طيب نرجع لورا شوية، بداياتك في التمثيل احكي لي عنها. اوكي، انا اول بدايه ليا كانت مع دكتور بيتر ميمي في كلبش 2، كان الجزء الثاني مسلسل كلبش، وكانت بدايه موفقه جدا لان كلبش الجزء الاول كان مكسر الدنيا والناس كلها كانت بتتكلم عنه، واعتقد ساعتها كان من اعلى النسب المشاهده في رمضان يعني. فلما دكتور بيتر كلمني على طول على الجزء الثاني كنت متحمسه قوي، وكانت اول تجربه تمثيل بس ما كانش عندي اي ادوات او عوامل للتمثيل، فكنت خايفه من ده شويه بس قلت يلا انا هنط في البحر. وعملت كده، وبعدين عملت نمره 2 لو انت شفتيه، ده كان مسلسل حلقات يعني بتتكلم على نفس الموضوع ولكن مش متصله ببعض، منفصل. منفصل بالظبط. عملت حلقه مع امينه خليل واياد نصار، وبرده كان مسلسل متشاف وكان ناجح جدا، وكان مواضيعه كلها مثيره للجدل وناس بتتكلم عنه. وبعدين قعدت سنتين مش متوفقه في الشغل خالص، فقررت ان انا كان ساعتها بقى بيتعرض عليا افلام قصيره كتير، فقلت طيب انا هستغل السنتين دول في ان انا اطور من نفسي. انا بسمع كمان الافلام القصيره دي بتساعد الممثل ان هو بيروح بجد حته ديب جدا وغويطه جدا في التمثيل. صح، دي حقيقه، وفعلا ساعدتني قوي ان انا يعني اكتشف حاجات كتير قوي عن نفسي، وفي نفس الوقت بشغل عضله التمثيل، مش اللي هو مش بعمل حاجه في دراما او حاجه متشافه، ففي نفس الوقت بتاخدي اكسبوجر بطريقه مختلفه وتشتغلي مع فنانين بطريقه مختلفه وعلى مواضيع يمكن تكون انسانيه اكتر وفيها فعلا الدراما اللي انت بتتكلمي عنها دي. فعملت ساعتها 6 افلام قصيره، ودرست بقى في ورشتين، واحده في مصر وواحده بره، وكنت بشتغل بقى جنب ده يعني بقى يعني اللي هو بضيع وقتي، لحد ما جالي بينا اللي هو كان في 2023 اعتقد، وكان ريفو 2 معاه يعني. كنت الاثنين بصورهم وانا لسه بشتغل برضه، فكانت مرحله كده صعبه قوي بس يعني الحمد لله جدا عشان عندي فول تايم جوب وعندي الاثنين دول، فكانت صعبه والاثنين عكس بعض تماما. انت الشغل او اي حد بيشتغل في شركات هيبقى فاهم ان انت شغلك الصبح، الناحيه الثانيه ده بقى 24 ساعه ملوش مواعيد، ما مش مفهوم خالص. بس وبعد بقى بينا ميعاد، يعني بينا ميعاد يمكن كان اول اللي هو نقله كده من بعد فتره السنتين دول، وبعدين ريفو الحمد لله عمل بصمه فظيعه. وبس بقى، وبعدين كملت بقى بينا ميعاد الجزء الثاني، وكمل العدد الجزء الثاني ومعلم، وكان عندي دور صغير قوي في الحشاشين.